اهلا بيكم يا جماعه في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات كاس العالم. النهارده عندنا ماتش هولندا والاكوادور، هنلعب منتخب هولندا ضد منتخب الاكوادور. وبقول لك ايه، يلا على الماتش. ونرجع لكم تاني اهو، الماتش بدأ معانا. مش لازم بقى السلام الوطني وكده، نخش على طول. والله الكوره معانا اهي، سهل. خلصت دي تو تاني. اوه اوه اوه، عاش. يلا يلا نتيجة. الواد المدافع رجليه طويلة أوي، أنا قلت خلاص هيخلص فيها دي. طلعت الستة برضه، هي دي. بس
غمد رجلك غمد رجلك اهي لوحدك لوحدك الله عاش هو الاثنين ده رون لا ديون ماشي كلهم دي 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 مش مشكلة المهم ان احنا نكسب خلاص يا حبيبي بقى انتهى القطر خلاص خرج لكن هو ما ظهرش بالمستوى بصراحة القوي خلينا نتكلم بقى بصراحة عملت كل حاجة ونسيت فريق الكورة بس مش مشكلة مش هتتعوض لما تلعبوا ان شاء الله في كأس العالم اللي جاي في أمريكا ماشي ماتشنا كده 1-0 يلا يا جدعان يا ولد يا ولد روح يا ديول عيني اصبر بقى يوم جتال يوم جتال يوم جد يوم جد يوم جد يوم عاش عاش يا كده والله لم تخلو الهولندي جميل يا ريت البطولة دي تبقى البرتغال يا هولندا حاجة تاني بقى لا بلاش طبعا هنا العرب طبعا ما العرب كله ان شاء الله تاني ان شاء الله نكسب طبعا كابتن الفريق دلوقتي هيحفز اللعيبه حارس المرمى ولا زعل الواد ديونج كده عشان بص ده انفرادين ما ينفعش وفيغوريست برضه ولا فيغوريست فيغوريست او فيغوريست مش عارف بصراحه هي هي والله تصدق ايه اللي انا بقوله ماشي عاش يلا يا رجاله الشوط الثاني مساحه دور منظم على قد كده يعني. فان دايك. ما عنديش ما عنديش. ولا يلا ايه. اظبط بقى. ماشي. قعد يلعب من التاني. يا عم ديون. انت جبت جول اه اي نعم بس ما تعرفناش بقى بسبب اطلع عايز اظبط بقى يلا يا عم ديون ماشي بوريس ديون انت نافع ولا انت شافع ديون مين على النظام ولا ولا اوعى هو يلا بقى اهي اقف يا عم ديون يا عم اتشرط ليك اطلع يلا لا 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 تهزرش يا ولد يا ديونج مين ديونج عندي اطلع يا ولد يا ديونج والله ايه مين ضربة سبعة ده ماشي اضغط اضغط اه ولد ما شوتش ما شوتش ما شوتش
خلاص بقى مهبل بقى يلعب يبحث ايه كده. عن الهاجم، الحكم تمام يطلق صافرته على لكن مين؟ النزاع علينا خطأ. احنا. عمل له ايه؟ لا والله ده كده فاول يعني؟ ماشي نروح على الماتش عشان نحاول عشان الساعة دلوقتي 6 خلينا ننزل على الشوط التاني. حرك يلا ديونج يلا تعال مستفز. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة يحاول فتش. لا 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 ولد يا ابوي قوم. الحمد لله الحمد لله عدت على خير. عاش قضيت عليك يا كابتن. خليهم يغيروا براحتهم. انا بقول لك ايه يا فان دايك؟ ايه انت كده ها؟ ايه انت كده وروح؟ الله فين هنا ديون؟ ماشي حلو قوي. يلا فورست. حط تاني يلا. حط يلا. عاش. روح عليك. اصفر بقى اعمل حاجه. نلحق الماتش. لدينا تغيير جديد هنا. Substitutions taking place. ديون. ماشي. جديد. بص. واحدة كده أرض. بعيد. بس بعيد. الزمان الكريم. ايوه كده. ماشي يلا. ده 89. ماشي يا ولد. لحد تاني اهو. ماشي. يلا روح فوق. فوق. خلص بقى. خلص بقى. كلهم مهجومين بجد تعبانين، جاي المنتخب تاني. طب عاش يا جدع والله. كسبنا الاكوادور 1-0، هولندا بقى في الحقيقه تعمل ايه الله اعلم. اتمنى ان شاء الله بقى هولندا تكمل الادوار اللي بعد كده. شكرا على شجاعه من ايام كاس العالم 2006. ما بنلعبوش اصلا. كاس العالم اللي قبليه كان 98. كان جميل بصراحه منتخب هولندا وخلاني احب الكوره بصراحه. كان ساعتها وصل مربع تقريبا. بس كده خلص معانا الماتش النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. بلاد تونس بقى والسعوديه وكده. معاكم عمرو عصام. سلام.